تعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال بولايتي شرق وجنوب دارفور الانشقاق التام عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. قيادة عيار وذلك للأسباب التالية: أولا عدم تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس القيادي القومي التي عقدت في سبتمبر 2022، ثانيا عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدارفور، ثالثا التجاهل المتعمد لولايات دارفور، رابعا الانحراف عن خط التنظيم العام واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وبناء على ذلك تعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال بولايتي شرق وجنوب دارفور الانحياز والدعم الكامل لقوات الدعم السريع، وذلك للأسباب الآتية: وقوف قوات الدعم السريع مع التحول الديمقراطي المدني، واتجاه قوات الدعم السريع في دعم إصلاح القطاع العسكري والأمني لبناء جيش قومي وطني ينعكس فيه التنوع في السودان، وتأثير فنون النظام البائد على قرار قيادة الجيش المختطف المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية الشفاء للجرحى والمصابين. الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجيش الشعبي لتحرير السودان بولايتي شرق دارفور وجنوب دارفور الأربعاء 23/8/2023 استعلاء.